السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا مزيانين وفي أحسن الأحوال. ها هو أخوكم عبدو ديما معكم في الموعد وديما مع الجديد ومع الفيديوهات اللي تبعت الآمال والفرحة والطاقة الإيجابية في قلوب أخوتي. واليوم جيت باش نبرهن لكم على أن المغرب اليوم ماشي هو مغرب الأمس، وأن المغرب رجعوا يضربوا له ألف حساب وحساب. وقبل ما نبدي كنتمنى من الأخوت اللي ما مشتركينش عندي في القناة أنهم يوضعوا أبوني للقناة باش يوصلكم كل جديد وكل مفيد. مهم، وكما قلت لكم فراه المغرب اليوم ليس هو مغرب الامس، وخصوصا ان اسبانيا متخوفه من المخطط المغربي لانعاش مناطقه الشماليه على حساب مدينه السبته المحتله. وهذه الاشغال بدات كتطور بشكل سريع على ارض الواقع، خاصه بعد ما بدات الاشغال كتظهر في مراحلها المتقدمه في انجاز مناطق الانشطه الاقتصاديه والتجاريه في الفنيدق، واللي هي قريبه من حدود السبته في الوقيته اللي كيتم استمرار اغلاق الحدود وايقاف التهريب المعيشي لسنتين كاملتين. والواقع اللي كيظهر في الفنيدق فهو بمثابه انعكاس مراه على الوضع اللي كان واقع في منطقه تراخال داخل حدود السبته المحتله. وحيث ان مناطق الانشطه الاقتصاديه والتجاريه واللي كيبنيها المغرب في الفنيدق وضواحيها هي شبيهه بديك اللي موجوده في سبته قبل ايقاف التهريب المعيشي وترجع مهجوره. وكتراقب اسبانيا التقدم اللي كيحرزه المغرب يوما بعد يوم فهاد المشاريع الهامه واللي كيتوقع انها غادي تغير من وجه المناطق الشماليه. وهذا الشيء اللي خلى صحيفه الموند الاسبانيه انها تقول في واحد التقرير بان المغرب كيترقب من اكمال مناطق كبيره خاصه بالانشطه الاقتصاديه والتجاريه قباله مدينه سبته المحتله. واضاف التقرير بان المغرب كيستقطب شركات عالميه كبيره من باش يستثمروا في هذه المناطق ويفتحوا متاجرهم ومخازنهم فيها. وعطات مثال كيتعلق بشركة إيكيا السويدية واللي كتعتبر من أولى الشركات العالمية اللي أعلنت رسميا عن الاستقرار في هذه المناطق الجديدة. وهذا الشيء غادي يفتح الآفاق أمام العديد من فرص الشغل وإنعاش المنطقة الشمالية من جديد. وهذه التطورات اللي وقعت بشكل سريع بمحيط سبتة دفع مسؤولي الدولة الإسبانية باش يوضعوا دراسة البدائل الجديدة من الأزمات الاقتصادية اللي واقعة والمرتقبة واللي جات نتيجة القرار النهائي للمغرب باش يوقف التهريب المعيشي ويركز على إنعاش مناطقه الشمالية بعيدا عن أي ارتباط بمدينة سبتة. وإسبانيا خصت لجان خاصة لإنجاز مخطط جديد لسبتة من أجل إنقاذها من انهيار متوقع. وكيخشى بعض الإسبان في سبتة سيناريو دراماتيكي يخلي المشهد والوضع يتقلب وتبان ظاهرة أخرى لتهريب السلع، لكن هذه المرة من الفنيدق إلى سبتة وليس العكس، خصوصا الى قرر المغرب واسبانيا فتح الحدود، وهو قرار لا مفر منه مهما طال الاغلاق ومن اجل عبور السياح والمسافرين عبر الجمارك. ورغم ان هذا السيناريو مستبعد، لكن في حالة اذا انتعشت الحركة التجارية واقتصادية في الفنيدق والمدن المغربية المجاورة فراه ظاهرة ادخال او تهريب السلع من الفنيدق الى سبتة غادي تزايد، وغادي يبقى هذا السيناريو قابل للحدوث الى ما وصلوش البلدين لشي حل. نتمنى من الخوت انهم يكون عجبهم الفيديو ونكون عند حسن ظن الجميع. فاخوكم عبدو كيتمنى لكم يوم سعيد، وكنتمنى لكم سنه سعيده وكل عام وانتم بالف خير، وكنجدد لكم الدعوه بالاشتراك في قناتي باش يوصلكم كل جديد وكل مفيد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.